فالحديث عن الصفقات دلوقتي بصراحه هو لمجرد ان انت تعمل، عشان اتكلم على حد بعينه بصراحه، انا بتكلم على الناس كلها او بعض الناس اللي هم بيحاولوا يتكلموا في الحته دي وبيجتهدوا، واجتهاد انا ما عنديش فيه مشكله خالص، لكن الاجتهادات الغير منطقيه والغير يعني عقلانيه بصراحه دي اللي ملهاش لازمه. وانت بتحاول او البعض برضه بيحاول ان هو يخلق ازمات او مشاكل او يشتت اذان اللاعبين الموجودين دلوقتي في الفرقه. لما انا ابقى كلاعب عندي ثقه طبعا في نفسي وكل حاجه، بس هسمع ان انا الاهلي بيتفاوض مثلا لعيب في مركزي او الاهلي، فثقتي هتقل في نفسي، هيبقى في ضغوط اكتر عليا، فبالتالي مش هادي بالشكل المطلوب بالنسبه لي، فبالتالي هبتدي ادخل في طريق مش مطلوب اطلاقا يعني، وطريق هيخسر النادي وهيخسر اللاعب. فاحنا بناكد لحضراتكم كل اللي بتسمعوه بخصوص تعاقد النادي الاهلي بشكل رسمي مع اي لاعب من اللاعبين هو امر غير صحيح. وانا بطلب من الجماهير بشكل عام، من الجماهير لما تيجي تسمعوا خبر فكروا فيه الاول، وانتوا هتعرفوا الخبر ده صح ولا غلط، فكروا في الخبر وتعرفوا ايه الصح وايه الغلط يعني. والجمهور يعني عنده الذكاء بما فيه الكفايه في الحقيقه يعني، الامور كلها بقت واضحه بالنسبه للجميع. الجزئيه الثانيه ان النادي الاهلي واداره التعاقدات تحديدا مش عندها ملف بس اللي هو ان احنا بنتعاقد بس بنتعاقد، لا عند في ملف تاني مهم قوي وهو التجديد لبعض اللاعبين. الاهلي جدد للبعض خلال الفتره اللي فاتت او على مدار الفترات اللي فاتت، وباذن الله هيجدد للبعض الاخر على مدار الفترات اللي جايه، وفي توافق كبير جدا ما بين مسؤولين في الاهلي وما بين بعض اللاعبين من غير ما احدد اي اسماء يعني. لكن في حاجه رسميه بخصوص تجديد الحد خلال الفتره اللي جايه لسه ما فيش اي حاجه رسميه، لان برده كان في اخبار بخصوص فلان جدد وفلان بشكل رسمي خلاص مستمر، لسه ما فيش حاجه رسميه. فانا حبيت ان في البدايه كده اطلع اتكلم معاكم بخصوص ايه الحاجات المهمه دي واكدها لحضراتكم، لان التساؤلات كتيره جدا، ودايما الواحد او احنا كفريق عمل البرنامج بيجي لنا تساؤلات كتير، وغيرنا في قناه النادي الاهلي بيجي له تساؤلات كتير في مختلف البرامج. فاحنا دورنا ان احنا نوضح كل كبيره وصغيره لجماهير النادي الاهلي العظيمه في كل